الدراري تزاد عادي عندي إلياس، ملي دار عامين بدا تيمشي ليا شويه ويطيح، ولكن المرض اللي عندهم لانه ماشي تزادوا باعاقه، المرض اللي عندهم تيؤدي الاعاقه لانه عندهم مرض نادر. كان مازال هذاك واحد تنديرو في الكروسه والاخر تنديرو في ظهري، حتى الكروسه ما عنديش اليوم ديال جوج. السلام عليكم، انا سميتي حنان، انا عندي جوج وليدات مراد، عندي الياس وعبد الرحيم، وانا تنعاني مع هاد الوليدات بزاف. الدراري تزاد عادي عندي الياس، ملي دار عامين بدا تيمشي ليا شويه ويطيح، تبعت لي عند الطبيب قال لي غير رجلو دايره لي، غتبقى دايره لي غير الترويض، غادي يعني ما عندوش شي حاجه، ولكن درت ليه الترويض والدري ما غادي وتيزم حدو تيكبر، وهو رجليه تيعواجه وخا الترويض بداو رجليتي عواجه. ملي دار 5 سنين ونص صافي مابقاش يتمشى ليا، والوليد الاخر هو عندي نفس المشكل، راه دابا عنده 4 سنين، هي عبد الرحيم باقي ما عواجوش ليه رجليه، ولكن المرض اللي عندهم لانه هو ماشي تزادوا باعاقه، المرض اللي عندهم تيؤدي الاعاقه لان عندهم مرض نادر، باقي انا لحد الان ما عرفتوش. دابا طالبي ليا واحد التحليله دايره 1,070,000 ريال، ما تدارش هنايا، تدار على برا، تدار في المانيا صافي. وعندهم جلالة في عينيهم، الوليد الاول فتحت ليه، او الوليد الثاني ما قدرتش، ما عنديش باش نفتح ليه، انا خاصو عمليه وخاصو يدير العدسه. والوليد الاول راه عنده دابا عنده نضاضر تيديروا 74,000 ريال، والوليد الثاني حتى هو هكاك نفس عندهم نفس المصاريف. لا ملي كتشوف الطبيب شنو كيقول لكم، شنو المرض، شنو والطبيب تيقول لك المرض هو التحليله، اخر علاج يعني بقى لي هي التحليله، لانني درت سكان، درت ليرين، درت كل شيء، درت واحد التحليله قطعوا لي طرف من العصب ديالهم حتى هي مشات على برا، تيقول لي اخر باش نعرف المرض ديالهم، لان المرض ديالهم عندهم في الجينات، لانهم ما عندهمش في العقل ديالهم، عندهم العقل ديالهم مزيان، ما عندهمش اعاقه في العقل، لانه عنده المرض عندهم في العضاله. وقال لك باش نعرفو خاصني تندير هاد التحليله، هاد التحليله هي اللي قلت لك تمشي على برا، دايره 1,070,000 ريال ديال الجينات. ودابا الياس راه مابقاش يتمشى ليا، وعبد الرحيم باقي عندي فيه الامل، لان باقي تيدور مع الطبلو، رجلي باقي ما داروش ليه، يعني كاين الامل. لا عرفت التحليل اشنو المرض ديالهم، غيكون شي دواء انه يعني كاين، ولكن انا ما عنديش، مابقاش قدرت، ما قادرش انا عليه المصاريف ديالو. دار التحليله ديال الجينات هنا، ولكن ما بيناتش ليهم، تتقول لك ما بيناتش لينا المرض، هاد التحليل تدار على برا، تدار الجينات كاملين، ما كايناش هنا كاع في المغرب. خاصك تديرها؟ خاصني انا نديرها، لان التحاليل اللي عطاوني درتهم هنايا، وهاد التحليله هي اللي ما قدرتش ندير، اما التحاليل الاخرين كنت درتهم في ميريزك، ودرت وحده في الرباط، وراه تنعاني معاهم الحاله الصحيه. راه دابا المرض بدا لي من رجليا، ولكن قال لي غيبقى غادي يطلع الا ما درتش التحليله، لانهم تزادوا عادي، يمكن ما حدهم تيطلع يعني تيتقدموا في العمر، والاعراض تتبان منها. دابا راه رجلين شتيهم دابا بداو تيدوروا، مابقاش تيعفض اصلا على الهمصه، انا معذبه معاهم، لان دقيت جميع البيبان، جميع الجمعيات دقيتها، تياخذوا من عندي الدوسي، حتى حد ما معاوني بشي حاجه، حتى حد يعني انا بغيت غير التحاليل او يعاونوني على العلاج، ديالهم بحال هكا الوليد انا بنفتح لي ما قادرش، انا تغلبت، هادشي اللي تنطلب، تنطلب شي حد، شي محسن ولا محسن يتكلف ليا بالعلاج ديالهم، مصاريف ديال العلاج ديالهم. بقاو في وليداتك؟ اكيد تنتالم، تنبكي انا ليل ونهار على قبل الياس وعبد الرحيم، لان باش تشوف ولدك قدامك نهار على نهار تيضيع، وانت ما قادرش تعالجي. انا مرضت اصلا بالاعصاب، يعني ليل ونهار تنبكي، كنقول كوني كون ما عرفتش شنو يقولوا لي، وعندي هنديرو على قبل ولادي، مي تشوفيهم من نهار على نهار تيحبوا قدامك هو تيضيع، وكوني ما كاينش الامل، كاين الامل وكاين ما قدرش نوصل ليه، لانني هاد التحليله ولدي دابا من اللي عنده 8 شهور وفي جلاله، ما قدرش نحيدها لي. حتى واحد موقف معك في مصر؟ لا، من غير واحد السيد ولدي يدير لي نضاضر، الله يجازيه بخير، راه 6 سنين دابا، 6 سنين وتيدير ليا الالياس نضاض، تنشكرو من هاد المنبر، ولكن حتى الوليد اخر ما قدرش عاوتاني نقولها لي، لان كل عام تيديرهم ليا. القرايه وليداتك كيقراو واش كيديروا؟ تيقراو دابا ولدي هاد الصغير مدخله الروض، والاخر مدخله واحد القسم ديال الادماج بحال الروض تا هو.
يعني وتنديه نجيبو واخا البلاصه بعيده عليا. دابا الترونسبور داير لي 4000، ما عنديش انا باش نخلص. تنديه واحد المسافه بعيده عليا، تيقول لها 70، تنديه ونجيبو. يعني انا مكافحه معاه، ماشي تندير اللي في جهدي، ولكن اللي ماشي في طاقتي راه يعني القرايه مندمجين مزيان في الدين مندمجي، لان ما عندهمش اعاقه في العقل ديالو، عندهم اعاقه حركيه، وهاد الاعاقه الحركيه ما تزادوش بيها، لان عندهم مشكل في واحد الجين، لان انا وراجلي تنجيو من العائله زواج الاقارب. اللي كتكوني غادا في الزنقه كتشوفي وليدات صغار كيلعبوا، وليدات كنتي ما قادرينش يجريو، واش كدير؟ تتالم، ما تتالم كل نهار انها تتشوفي وليداتك. انت كان مازال هذاك واحد تنديرو في الكروسه والاخر تنديرو في ظهري، حتى الكروسه ما عنديش اليوم ديال الجوج، لدرجه انا مرات الحريق ولا ليا في ظهري، ما تنعش بالحريق. اكيد راك تتالمي تشوفي وليداتك يضيعوا قدامك، ولكن اش غنديروا؟ الغالب الله الحمد لله، تنقولوا الحمد لله على كل حال. حالة كيفاش كديري خدامه؟ قال صيف الدار مقابلها، كيفاش غندير نخدم؟ تنقول كولي ولادي صحاح غنخرج نخدم، غنكافئ عليهم ليل ونهار، ولكن انا بزز مني خاصني نقابلهم، لان انا يدي وانا رجلي، انا جالسه في الدار. الزوج ديالك تا واش كيدير؟ الزوج ديالي خدام على باب الله، كل مره فاش تيخدم تيخدم في الموقف، تيخدم ما عندوش شي خدمه رسميه. مكرهناش يعني شي محسن اللي يشوف هذا الفيديو خير، قال لي شي خدمه تا هو باش يتعاون ويكون مكرهش مكرهش، ويجي يشوف على عيني حتى حاجه ما مخبي، يجي يشوف على عيني. دابا هو غير جالس. جوج ديال الوليدات عندهم مصاريف، عندهم ليكوش، عندهم اي المصاريف ديال ليكوش راه بوحدها. كيفاش كتصرفوا دابا باش شنو كتاكلوا باش هو كل مره هو تيمشي ترزق الله، تيمشي بحال هكا في الموقف باش حاجه يهزها ليه، الا بغا هادشي اللي تيدير. بعد ما تيدور على داكشي القديم تيبيعو، هادشي اللي تيدير. شنو كتمناي في وليداتك؟ شنو كتمناي؟ وتنتمنى غير العلاج ليه، ما بغيت حتى شي حاجه، لا شتا ما يبي خير قدامي، هذيك عندي هي الدنيا وما فيها، هادشي اللي بغيت، هادشي اللي تنتمنى، ما بغيت حتى شي حاجه من الدنيا من غير انني نشوفهم بخير، وندير هاد التحليله باش انا قلبي يرتاح. ما نقولش كانت واحد الحاجه وما قدرتش نديرها، حنت هي اللي بقات لي في العلاج ديالو. متبعاني في بنورج في ميريزكو، متبعاني في ديال الرباط، قالت لي خاصك ديري هاد التحليله، وهاد التحليله انا ما قدرتش عليها، دايره 1,070,000 ريال، تدار عند واحد المختبر في انويل، تمشي لالمانيا، ما كايناش هنايا. وشي حد اللي فتح لي العينين لعبد الرحيم، لان بقى عنده جلاله دابا في عينيه. يعني كيف ما قلتي لي هذا ماشي ما تزادوش بحال هكا مراد، يعني غادي كيكبروا وكذا تقدر الله يستر تزاد شي حاجه اخرى. لما ما درتيش التحليله، لان المرض تيطلع تيبدا من رجلي، بحال دابا عبد الرحيم رجلي تيبانو عاديين، ولكن قدر حتى هو يبدا يكبر رجليه يضرولي، وتبقى غادي يطلع، يقدر الظهر يقدر اليدين، لان عنده مشكل في الجين ديال العضلات. رسالة ديالك للمحسنين اليوم؟ تنطلب من الله ومن المحسنين اللي شاف هذا الفيديو يشوف من جيت الياس وعبد الرحيم، انه تنطلب غير العلاج، ما بغيت حتى شي حاجه من غير ان ولادي تيتعالج، هادشي اللي بغيت. الله يجازيكم بخير، انا دقيت جميع البيبان، الجمعيات كلهم دفعت لهم الدوسي، تيقول لي سيري تنعيط لك، حتى شي حاجه ما كاين، حتى شي حد ما عيط ليا، دفعت لي من حساب عبد الرحيم التحليله على حساب العمليه العيني، حتى شي حد ما جاوبني. الباب اللي بقى ليا هو ليكم، هما المحسنين وشي محسنه تكلف ليا بالعلاج ديال الدراري، لانني عييت. راه تقهر جوج وليدات ماشي سهله، كوني واحد غتخلي واحد وتسيري تخدمي، ما عنديش البديل، ما عنديش الحل، ما عنديش الحل، وتنشوفهم تيضيعوا قدامي. وليد عنده 4 سنين ولا خرت 8 سنين، راك تتشوف جالسين في الدار حتى حاجه ما تيديروا، تتمنى يلعبوا قدامك، تتشوفهم كدراري، المهم تتمنى فيهم شحال من حاجه. انا رجايه غير في الله سبحانه وتعالى ان وليداتي يوليو بخير، هادشي اللي تنترجى.